بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أفضل عبادة وأهم العبادة من العبادات التي فرضها الله علينا تبارك وتعالى هي عبادة الدعاء. طيب، الدعاء كما يسمي العلماء سلاح المؤمن. ما معنى سلاح المؤمن؟ المؤمن معناه بالدعاء يواجه الإنسان المسلم جميع الصعاب. كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وأن يسألوه في كل شيء، حتى ثبت في بعض الأثار حتى أنهم كانوا يسألون الله ويدعونه في شرك نعالهم. شرك النعال كما يقولون هنا كردو الصباط، لما أحدهم يحتاج كردو ولا خيط باش يغلق ولا يحزم الحذاء تاعو، يسأل الله عز وجل: اللهم ارزقني شركا نعلي. هذا فيه دليل أن الصحابة وأن التابعين وأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يسألون الله تبارك وتعالى. لذلك جميع العبادات في الشريعة الإسلامية، الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، جميع العبادات تشتمل في ذاتها على الدعاء. مثلا الصلاة فيها دعاء الاستفتاح، فيها دعاء في الركوع، دعاء بعد الرفع من الركوع، دعاء في السجود، دعاء بين السجدتين، دعاء في التشهد. الصيام فيه الدعاء عند الإفطار، والدعاء عند الإفطار فالصائم مستحب ومستجاب. الحج مثلا، الحج مملوء بالأدعية، الدعاء في الطواف، الدعاء في عرفة. جميع العبادات ولا جميع أركان الإسلام تشتمل في طياتها ولا تشتمل في جوهرها على الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء هو تعليق القلب مباشرة بالله تبارك وتعالى، أن تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. لذلك كان الدعاء من أهم وأفضل العبادات، ففيه ربط القلب بالله تبارك وتعالى. طيب، كيف يدعو الإنسان ولا كيف يتضرع إلى الله؟ هناك ما يسميه العلماء بمواطن ولا مواضع استجابة الدعاء. عندما نقول مواطن ومواضع استجابة الدعاء، ليس معنى أنه خارج هذه المواطن لا يستجاب لك، لا، وإنما فالله تبارك وتعالى قريب إليك في كل وقت. الله قريب إليك في كل وقت، أي وقت من الأوقات حبيت تدعي الله عز وجل، أدعو الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قال: أدعوني أستجب لكم. ما قالش فا ولا سا ولا سوف، أعطى الجواب مباشرة: أدعوني أستجب لكم. ما ذكر لا وقت لا شروط لا حالة لا وضوء لا أي شيء. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض وأكبر دليل أنه في أي وقت ممكن يستجب لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم فربما تكون ساعة إجابة فيستجيب الله لك. فيستجيب الله لكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على ولده لأنه ممكن يصادف وقت إجابة. إلا أن هناك أماكن ولا مواضع بينها النبي ولا بينها الله لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أن في هذه المواضع تكون أكثر حظا وأكثر وقتا للاستجابة. هذه المواضع هي معلومة لدى كثير من الناس، الإنسان يلتمس هذه المواضع فيدعو الله تبارك وتعالى. من آداب الدعاء ولا من مستحبات الدعاء أن يكون الإنسان متوضئ على طهارة، هذا الأفضل، لكنه يجوز أنك تدعي بدون وضوء. لكن الأفضل تأدبا مع الله تبارك وتعالى أن تكون متوضئ على طهارة. كذلك من آداب الدعاء ومستحباته أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب استجابة الدعاء أن تكون على طهارة على الوضوء، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء وفي آخر الدعاء، تقول: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كذلك أن تثني على الله تبارك وتعالى قبل أن تسأل الله، مش مباشرة الإنسان يا ربي أعطيني ولا يا ربي، أن تثني على الله تبارك ربي وتعالى: اللهم لك الحمد والشكر، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الحي القيوم الذي لا ينام، القوي القادر المقتدر، تعطي من تشاء تمنع من تشاء. تثني على الله تبارك وتعالى، بعد ذلك تسأله. كذلك من آداب ومستحبة الدعاء الإلحاح في الدعاء، كما قال بعض العلماء أن تعامل الله تبارك وتعالى كما قال بعضهم والله أعلم ابن الجوزي
في إحدى كتبه يقول بأخلاق الأطفال. ما معنى أخلاق الأطفال؟ أطفال الصغار لما يقول لك يطلب منك مد لي حاجة وما تعرفش تمدها له، يبقى يبكي 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 حتى تمدها له. كذلك حالك مع الله تبارك وتعالى، ادعو الله فإن لم يعطك ولم يستجب لك ألح على الله وكرر المسألة وأصر على الله تبارك وتعالى وأكثر من الدعاء، فأكيد سيعطيك الله تبارك وتعالى دعاك. لذلك يقول العلماء لا تجزع، لا تجزع من عدم إجابة الدعاء، وهذا من آداب ومن مستحبات الدعاء، لا تجزع من عدم إجابة الدعاء. الله تبارك وتعالى أحيانا يستجيب لك مباشرة وأحيانا يؤخرها لك بعد فترة من الزمن. لذلك ألحح في الدعاء وأكثر في المسألة ولح وابكي إلى الله عز وجل واسأله بقلب خاشع، فسيعطيك الله تبارك وتعالى مسألتك. مواطن استجابة الدعاء، كما قلت هذه المواضع هي معلومة لدى كثير من الناس. من بين المواضع الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل أفضل وقت، جميع الأوقات إجابة الدعاء أفضلها الثلث الأخير من الليل. في كل ليلة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق به تبارك وتعالى، كما قال العلماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا، يقول هل من داع فأعطيه، هل من سائل فأستجيب له، هل من مستغفر فأستغفر له. فالدعاء في الثلث الأخير من الليل مستجاب. كذلك من مواضع والمواطن استجابة الدعاء يوم الجمعة، ساعة يوم الجمعة كما بين العلماء أنها بعد العصر وقبل غروب الشمس، من بعد العصر إلى قبل غروب الشمس هذا هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كذلك من مواضع استجابة الدعاء عند إفطار الصائم، عندما يكون الصائم راح يفطر على المغرب دعاؤه مستجاب. لذلك وجب أن يكثر من الدعاء ويلح على الله ويدعو الله بقلب خاشع. كذلك من مواضع استجابة الدعاء الصدقة ولا بعد الصدقة، كما قال العلماء من تصدق بصدقة إلى فقير أو مسكين فيشرع له أن يدعو الله تبارك بعدها، فالدعاء مشروع بعد الصدقة وهو مستجاب. كذلك من مواضع استجابة الدعاء عند النداء للصلاة، كيجي أذن مثلا، سمعته يطبطب في الميكرو سي فيه باش يأذن، غيجي يؤذن الله، هذاك الموضع موضع استجابة الدعاء، فادعو الله تبارك وتعالى. كذلك بعد الأذان لما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره وتصلي عليه وسلم يشرع لك الدعاء، فالدعاء مستجاب بعد الأذان. كذلك من مواضع استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، لأنه موطن اجتماع الناس على طاعة من الطاعات في الشريعة الإسلامية. أي موضع يجتمع فيه الناس، أي موضع يجتمع فيه الناس لأداء عبادة من العبادات يكون ذلك الموطن موطن استجابة الدعاء. مثلا لما يجتمع الناس في المسجد بعد الأذان، فبين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. كذلك في الجهاد الدعاء مستجاب، لأنهم اجتمعوا على إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. كذلك في الحج يوم عرفة، لماذا كان الدعاء مستجاب في عرفة؟ لأن الناس مجتمعين على عبادة من العبادات. كما قلت كلما اجتمع الناس في موطن اجتمعوا على عبادة معينة يكون ذلك الموطن موضع استجابة الدعاء. كذلك موطن استجابة الدعاء في التشهد الأخير من الصلاة، لما التحية لله الصلوات لله وبعدها الصلاة عليه وسلم وبعد ذلك التعوذ من أربع، بعدها يشرع الدعاء، الدعاء مشروع وكما قال العلماء مستجاب قبل التسليم وآخر التشهد. كذلك في الليل لما ينام الإنسان ثم يتعارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعارى من الليل، إنسان لما يفطن في الليل يفطن سواء رأى حلم مزعج ولا تعارى ما صبش الغطاء تاعو وفطن، إذا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم دعا الله إلا استجاب الله له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قام فركع ركعية إلا قبلت صلاته. هذا موطن يغفل عنه كثير من الناس، إنسان لما يكون نائم ويفطن في الليل تدي الفطنة يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو بما شاء، فإنه موطن استجابة الدعاء. هناك مواطن كثيرة كثيرة لاستجابة الدعاء، هذه بعضها، فيدعو الإنسان بها ويحقق ما يشاء. لذلك ما قلنا في البداية الدعاء سلاح المؤمن، أي شيء تريده، أي موطن تريد الوصول إليه، أي ضر أصابك، أي مرض تريد أن ترفعه،
أي شيء تريد أن تتحصل عليه، أي أمر من الأمور ادعو الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يغفل عن الدعاء، مثلا تلميذ على البكالوريا عام كامل ويقرأ ما ينسى أنه يدعى الله، مرأة بحاجة إلى الذرية لم تنجب الذرية تغفل عن الدعاء، شخص مريض يريد الشفاء يغفل يدعي هكذا، لكنه لا يدعو بقلب خاشع، لا يلتمس مواضع إجابة الدعاء. لذلك وجب أن تدعو الله تبارك وتعالى بقلب خاشع وأصر على الله، أكثر الدعاء والتمس مواطن إجابة الدعاء كما قلنا. كذلك سر من أسرار الدعاء هو شكوى، أن تشكو حالك لله تبارك وتعالى، وهذا سر من الأسرار. موسى عليه السلام لما خرج خائفا، خرج هربا من فرعون، خرج خائفا وخرج وحيدا جائعا عطشانا، دعا الله تبارك وتعالى، قال ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله، كلمات رائعة من نبي مقرب إلى الله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى دعا بهذه الكلمات فأعطاه الله تبارك وتعالى، أعطاه المأكل وأعطاه المشرب وأعطاه الأمن، أصبح آمنا، وأعطاه العمل والزوجة ورزقه الزوجة. هو معروف في قصة شعيب لما زوجه بإحدى ابنتي هاتين، فتزوج ورزقه بكل ما كان يتمناه. السبب هو أنه شكى حاله إلى الله تبارك وتعالى، دعا الله تبارك وتعالى بقلب خاشع وشكى حاله إلى الله، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كذلك أيوب عليه السلام قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، شكى حاله. لذلك قلت سر من أسرار الدعاء ومن أسرار استجابة الدعاء أن تشكو حالك، أن تخبر الله تبارك وتعالى بالحالة التي أنت عليها. أيوب عليه السلام قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقال الله تبارك وتعالى فكشفنا ما به من ضر، فاستجاب الله له تبارك وتعالى. طيب، معلوم أنه الإنسان أن يشكو حاله للمخلوق هذه مذمومة ويكره، بعضهم قال حتى أنه يكره لمذموم أن يشكو الإنسان حاله للناس، سواء كان مقرب من المقربين أو كانت زوجة أو كان رب عمل ولا كان حتى وزير ولا رئيس دولة، مذموم لا يكره أن تشكو حالك لغير الله. فماذا يفهم ولا يستنبط؟ يستنبط أن تشكو حالك وتحكي حالك وتخبر حالك إلى الله تبارك وتعالى، فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وقال لك، هو الذي قال لك ادعوني أستجب لك. أعيد وأقول، الشكوى إلى الله. يعقوب عليه السلام فقد ابنه يوسف ثم فقد ابنه الثاني وأصابه العمى وأصبح لا يبصر، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لاحظ كيف شكى حاله إلى الله وأخبر ما به إلى الله تبارك وتعالى، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى ورد إليه بصره، ورد إليه ابنه يوسف عليه السلام، ورد إليه ابنه الثاني الذي يقال في بعض الروايات أن اسمه بنيامين. الخلاصة أن تشكو حالك لله، سر من أسرار استجابة الدعاء أن تشكو حالك لله. في سورة الأنبياء، سورة من سور القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى قصة 4 أنبياء شكوا حالهم إلى الله، إلا وقال الله تبارك وتعالى بعد القصة فاستجبنا له. يذكر أن النبي هذا النبي شكى حاله إلى الله، ثم يقول الله تبارك وتعالى فاستجبنا له. سر من أسرار الدعاء الشكوى إلى الله. الأول نوح عليه السلام هدد بالقتل وكان مطرودا وكذا، نوح دعا الله تبارك وتعالى وشكى حاله إلى الله، فقال الله تبارك وتعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. كذلك أيوب عليه السلام قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. يونس عليه السلام دعا الله في ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الله تبارك وتعالى ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقال الله تبارك وتعالى فاستجبنا له. كذلك زكريا عليه السلام قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين،
دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الذرية، وإن كانت الذرية من أمور الدنيا، لكن زكريا عليه السلام دعا الله أن يرزقه الذرية، قال يرثني ويرث من آل يعقوب، ليس من أجل الدنيا فقط وحتى من أمور الآخرة، قال يرثني ويرث من آل يعقوب. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. كما قلت، سر من أسرار استجابة الدعاء هو أن تشكو حالك لله، أن تخبر حالتك لله، فأكيد سيستجيب الله لك وسيعطيك الله تبارك وتعالى ما تريد. بارك الله فيكم، لا تغفلوا عن الدعاء. من كان بحاجة إلى أمر من الأمور، زواج، رزق، عمل، ذرية، شفاء من مرض، الوصول إلى السفر إلى مكان، أي أمر من الأمور، الحل تاعه هو الله تبارك وتعالى. ما كاش، ليس هناك من يقدر على هذه الأمور إلا الله تبارك، وإن كان هناك من يستطيع، لكن الأفضل والأكمل أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ادعو الله بقلب خاشع وألح على الله، واسأله والتمس مواضع الإجابة كما قلنا، وأفضل المواضع الثلث الأخير من الليل، فأكيد الله تبارك وتعالى سيعطيك مسألتك. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.